FM. الكلمة ليك. الظاهرة هذه مفهومة منين متأتية، ولكن الملفت في الظاهرة هذه أنه أغلبية اللي يقوموا بالاعتداءات هذه هما من القصر، ولهنا المشكل. أكيد فما إحصائيات قديمة ماهيش محينة في تونس، يعني آخرها وقتاش؟ آخرها يمكن يرجع حتى 2008-2009، ولكن الإحصائيات الدقيقة هذا اللي نطالبوا به اليوم على خاطر ماهوش طبيعي. علاش ماهوش طبيعي؟ ماهوش طبيعي أنه هالتكتم على الموضوع هذا اليوم، ماهوش طبيعي، لأنه إذا كان نحبوا نعالجوا الظواهر هذية يلزمنا نصارحوا الناس ونصارحوا أنفسنا باش نجموا نرسموا استراتيجيات لمجابهة هالظاهرة اللي تفشيت في المجتمع التونسي اليوم. ما نجمش نبني أنا استراتيجية باش نواجه فيها العنف من غير إحصائيات دقيقة. كابا فان الكلمة ليك.